مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بقناتي. يا ريت اذا عجبكم الفيديو لليوم تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لحتى تشوفوا كل جديد بنزله اول باول. رح نعمل اليوم وصفة لعشاق الشوكولا. رح نعمل كيك شوكولا وعليها صوص شوكولا غير شكل، وكله شغل البيت، ما رح نجيب شي طازة من برا. اول شي لنعمل الكيك نحن بحاجة ل 4 ملاعق كبار من الكاكاو الغير محلى، بدنا 4 معالق كبيرة حليب بودرة، بدنا كباية مي، كباية زيت، كباية سكر، وبدنا 3 بيض حجم وسط أو بيضتين كبار مع رشة فانيلا، بدنا كوب طحين، وبدنا معلقتين كبار بيكنج باودر. صحيح المكونات حاسينهم كتار، بس كلهم موجودين بالبيت وطريقتها ولا أسهل. وهلأ خلينا نشوف طريقة التحضير سوا. أول شي بدنا نجيب وعاء الخلاط، وبدنا نحط فيه 4 معالق كبيرة من الكاكاو الغير محلى، يعني ما تكون كتير معرمة، وسط 4 ملاعق. وبدنا نحط كمان 4 ملاعق الحليب البودرة أو الحليب المجفف، كمان بنحط كوب السكر، وبنحط كباية المي، وآخر شي كباية الزيت. وهول المكونات كلياتها رح نضربها بالخلاط لحتى يصير عنا مزيج تقيل، ومن بعدها بنشوف شو رح نعمل سوا. من بعد ما خلطنا هالمزيج وصار عنا مثل ما شايفين تقيل بهذا الشكل، هلأ بنحطه على جنب. وكل اللي بدنا نعمله بنجيب جاط، وبهالجاط بدنا نحط البيض، 3 بيض، وبنحط فوقهم رشة فانيليا، رشة صغيرة يعني معدل تقريبا نص ملعقة صغيرة، تمام. وبنرجع بنصب فوقهم هالخليط يلي عملناه سوا. شايفين قد ايه سميك؟ طبعا بدنا نحطه كله. يعني طالع بيشبه صوص الشوكولا او بيشبه النوتيلا، بس هيدا رح يعطينا طعمة كتير طيبة بالكيك، رح يطلع كيك سبيسيال. اوكي، من بعد ما حطينا هالخليط ما قلنا هلأ الا انه نجيب المضرب الكهربائي ونضربهم كتير منيح لحتى يصيروا متجانسين، ومن بعدها بنشوف شو رح نعمل سوا. من بعد ما خلطنا هالمكونات كلياتها وصاروا عنا بهيدا الشكل، ما بتاخد معنا على القليلة مثلا شي دقيقتين ونص 3 دقايق بالمضرب الكهربائي، وبصير عنا الخليط بهيدا الشكل. هلأ بنحط فوقه كباية الطحين، ومنحط كمان معلقتين كبار من البيكنج باودر، تمام. وهلأ بنرجع نضربهم شوي صغيرة بالمضرب الكهربائي لحتى يصير عنا مزيج الجاتو جاهز لحتى يفوت على الفرن. من بعد ما نضربهم بالخلاط نشوف شو رح نعمل سوا. من بعد ما خلطنا هالمزيج كتير منيح لحتى تجانسوا مع بعضهم، هلأ صار خليط الجاتو عنا ياه جاهز. كل اللي بدنا نعمله هو بدنا نشيل الخلاط على جنب، وبدنا نجيب صينية مدهونة زيت، بدنا
مدهون، مدهون الزيت، وبدنا نصب خليط الجاتو بقلب الصينية. مثل ما حضرتكم شايفين، ولا أسهل من هيك كيك، وأطيب من يلي بتشتروه من برا، وحتطلع بتشبه البراونيز، بتشبه البراونيز، بس طعمتها غير شكل. كتير بنصحكم تجربوها وتكتبوا لي شو رأيكم كان بالوصفة بالكومنتس تحت الفيديو. من بعد ما نزلنا كل خليط الكيك بالصينية، طلعت عنا بهذا الشكل. ما بخبركم ريحتها قد ايه طالعة بتشهي. هلا هيدي الصينية بدنا نحطها على درجة حرارة 180 لمدة 3 ارباع الساعة او 45 دقيقة، يعني من دون ما نفتح عليها الفرن الا من بعد ما يمرق ال 45 دقيقة. منشغل الفرن من تحت بس مثل ما قلت درجة حرارة 180، وبس تخلص منشوف كيف رح نقدمها سوا وكيف رح نعمل الصوص الشوكولا نحنا بالبيت. وبشوفكم من بعد ما نحطها بالفرن رح نعمل صوص الشوكولا وبنرجع منقدمها سوا. وهلا هو والكيك عم بالفرن عم ينخبز، رح نحضر الصوص عشان بدنا نحط الصوص بس يظهر الكيك من الفرن هو وسخن، بده يكون الصوص بارد، وبدنا نحط الصوص على الكيك هو وبعده مثل النار. لنعمل هالصوص الغير شكل نحن بحاجة لنص كوب من الزيت، نص كوب مي، نص كوب سكر، معلقتين كبار كاكاو غير محلى، ومعلقتين كبار حليب بودرة. ولا أسهل من هيك. وهلأ خلونا نشوف شو رح نعمل سوا. كل اللي علينا نعمله إنه نحط الزيت ونحط المي، يعني بدنا نحط كل المكونات بالخلاط، والسكر، ومعلقتين الكاكاو، ومعلقتين الحليب البودرة. وهلأ من بعد ما صار كل هالمزيج بوع الخلاط رح نروح نخلطهم ونشوف شو رح نعمل سوا. من بعد ما ضربناهم بالخلاط لمدة أقل من دقيقة بصيروا عنا بهذا الشكل، مثل صوص الشوكولا يلي منشتريه واللي منصبه بالقلانة. هلأ هيدا الصوص رح حطه بالبراد حتى يبرد شوي، عبال ما تخلص الكيك رح نشوف كيف رح نقدمهم سوا. من بعد ما طلعناها من الفرن، اول شي نجيب كوردونة ومنشكها بكل اطراف الكيك بس لحتى نتأكد انه استوى 100%، واخد وقته. هلأ بكل بساطة بنهدي الصينية لانها سخنة بعدها، ومنقطع هالكيك هو سخن، ما تخافوا ما رح نشيل القطع منه، بس منقطعهم مشان الصوص اللي عملناه يفوت بكل اجزائه هو سخن. مثل ما حضرتكم شايفين نرجع نبرم. طبعا هذا الشكل مثل ما انتو بتحبوا التقطيع بتقطعوه، مهم يتقطع معنا بطريقة يفوت صوص الشوكولا لكل أجزائه لجوا جوا. مجرد تقطيع خفيف مثل ما حضرتكم شايفين. هلا مثل ما شايفين منجيب صوص الشوكولا، أنا حطيته بالبراد ما قلنا إلا ندلقه مثل ما شايفين. طبعا كمية الصوص الشوكولا اللي عملناها بتكفي كلياتها للجاتو، يعني بنحطها وتطلع
حرزين الكمية على قد الجاتو، ما بيضل يعني زيادة ولا بتطلع قليلة. هلا ما علينا الا شوي بس نمد هالصوص على كل الجاتو، بنغطيه كلياته. هلا كل هالصوص بينزل يعطينا اطيب طعمة جاتو. هلا للزينة حبيت حط فاني ستيل شوكولا، بما انه وصفتنا كلياتها فيها شوكولا حبيت حط شوية فاني ستيل. طبعا هذا الشيء اختياري، فيكن تحطوا فيرميسيل ملون، فيكن تحطوا فيرميسيل ابيض، وفيكم ما تحطوا شيء، هي اصلا يعني مطيبة حالة بحالة. بس انا حبيت هيك ارجيكم شو في ممكن تحطوا زينة افكار عليها. طبعا كمان الكمية قد ما بتحبوا. ومثل ما شايفين وصفتنا لليوم الرائعة شوكولا صافي، جاتو بالشوكولا مع الصوص. بتمنى تكونوا حبيتوا الوصفة لليوم، وإذا حبيتوا الوصفة لليوم بتمنى تعملوا سبسكرايب بالقناة، وإذا عندكم أي تعليق كتير بهمني أعرفه بكومنت، وأنا بشوفكم بوصفة بعد أطيب. بس قبل ما ودعكم بس حبيت أرجيكم كيف بلش الصوص ينزل لقطع اللي نحن قطعناها قبل ما نحط الصوص، وأنا بشوفكم بوصفة بعد أطيب. Merci.